شفت شلون ورطنا معك ها؟ لو سمحت قلت لي انسرقت من الشارع ما؟ ايه سيدي مطرح ما كنت صاففها. طالما صفيتها وفتت على بيتك ليش تركت المفاتيح جواتها لكان؟ وموبايلك شو كان عم يعمل بالسيارة؟ لك 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 انت شو عملت بحالك وفينا؟ اللي لشوف انت ما تفهم حدا بيعمل عملتك هاي؟ كنت نسيانه بالسيارة. لا هذا اهمال مو معقول، اللي عملته قمة الغباء. معقول في حدا مهمل لهالدرجة هاي؟ لحظة لو سمحت، ليك اللي قلته مانو مقنع ابدا، احكي الحقيقة وبلا لف ودوران. سيدي مصطفى اجى لعندي من يومين وقال لي انه متخانق مع مرته وترك له البيت وما عنده مكان ينام فيه. قلبي وجعني عليه وباعتباره زميلي بالشغل شفقت عليه كتير وقلت له فيك تنام عندي اهلا وسهلا. مو معقول، تفضل سيدي. ايه كان متوتر كتير ومانو على بعضه وكل ما يندق الباب كان يخاف ويرتعب. بصراحة انا شكيت بالقصة، يعني حسيت في شيء. سألته شو صاير معك، عصب علي وبلش يعيط ويصرخ. بعدين بلشنا نتخانق، قام فجأة غدرني وضربني على راسي، أغمي علي وقعت على الأرض. إذا ما أناك مصدق اتطلع. طيب ليش كذبت وما حكيت هالشي من البداية؟ كنت خايف سيدي، خفت أتورط بشي مشكلة. والله ما كنت بعرف إنه ملاحق، وإلا ما كنت سمحت له يفوت على بيتي. رح نتأكد من هالشي، كمل هلأ. ولما صحيت وطلعت حوالي ما لقيت الجزدان ولا مفتاح السيارة ولا شهادة سواقة ولا موبايلي، حتى الفرد تبعي أخده. معقول؟ معقول يصير معك كل هالشي وأنا آخر من يعلم؟ ليش ما أجيت خبرتني إلي أنا ميار؟ عن جد أنت واحد غبي، تعرف؟ تعرف شو؟ أنت رح تجيب آخرتي. بس يا بيك أنا... سكوت سكوت، لا تحكي ولا كلمة. شوف لوين وصلتنا هلأ. أنا بعتذر منك، ما توقعت إنه الشغلة تكبر، وخفت إذا أنت دريت تطردني من الشغل لأنه سرق لي سيارتي ولأنه سرق الفرد تبعي كمان. أنا كذبت بس كرمال ما أخسر شغلي. شو هالمصيبة هاي؟ شو هالمصيبة؟ ماما؟ شوفي ماما شو جابكن لهون؟ تفضلوا. ماما؟ من هون، تعالوا. هلا بيبين كل شيء. ليش جبتوا مرتي لهون؟ فيك تقلي شو إلهن شغل هون؟ ليش جايبهن؟ حدا يقلي. الوضع كل ماله عم يتعقد رشاد بيك. ميار زلمتك كذب بإفادته، السيارة طلعت من عندكن من البيت، على عكس اللي حكاه ميار بإفادته قلنا. نحن ما قلنا أي علاقة باللي صار، كم مرة بدنا نعيد لك إياها؟ لو سمحت لازم تحتجزهم كلهم هون. من باب الحفاظ على سلامة فاطمة لازم يضلوا هون لحتى ينتهى التحقيق ونعرف مكانها. لك شو هالمسخرة؟ تفضلوا معي لو سمحتوا. شو صار؟ فجأة ضحت الإشارة. شو يعني وشو بدنا نعمل؟ آخر إشارة تلقيناها من تلي قريبة من هون وبعدها فقدناها. ليكون رمى السيارة وفاطمة جواتها. لك اهدى شو بك؟ فاطمة حتى لو متنا رح نموت سوا. وقعي هون لو سمحتي. خلص ما عاد في داعي تبقي هون. طالما قدمتي إفادتك فيك تروحي. خليكي بالعنوان اللي معنا ولا تغيري. ماشي. بجوز نحتاج ناخذ إفادتك مرة تانية. وضروري تخبرينا إذا قررتي تسافري لبرات البلد. ماشي بخبركم. تفضلي فيك تروحي. شكرا. عن إذنك. مع السلامة. الحمد لله على السلامة. خلينا نروح من هون. نعم السيارة برا. ايه شو شوفي
نزير سألتك شو في؟ ماشي فهمت. خبرية مو منيحة؟ شبه أختي؟ لأول السيارة. شو يعني؟ فاطمة أختي؟ السيارة وقعت من التلة على البحر. يا رب تتلطف فينا. طيب شو ماتوا؟ ما بعرف هن الأول السيارة بس ما بيعرفوا إذا فاطمة جواتها ولا لا. فاطمة أختي! فاطمة أختي! لا مستحيل تموت. حبيبتي خلاص اهدي شوي. لا ما بيصير. خلاص حبيبتي اهدي. أختي فاطمة ماتت. لا لا معي قلت لك لسه ما بيعرفوا عنا أي شيء. فاطمة أختي! قوم معي لمعي قوم. تركني خلاص ما رح أشوفها لأختي. خلاص لمعي قوم معي. إن شاء الله ما تكون ماتت أختي فاطمة. إن شاء الله يكون الخبر مو صحيح. خدنا منها. ماشي حبيبتي. خلينا نروح منه. يلا. شو عملت؟ قتلت وقتلت حالك معها. بس لساته ما بين شيء. قتلها واندحر. قتلها ومات معها. مصطفى أضاع لمستقبل ابننا. تركنا لحالنا شوي لو سمحت. اعترفتي للشرطة بكل شيء وريحتي ضميرك. بعتقد بكفي. هاي انت قضيتي على مستقبل مصطفى لهون وبس. اذا بدك تحافظي على حياتك وحياة طفلك بدك تسكتي. بدك تخرسي على الاخر. كيف نزلت السيارة من التلة للبحر؟ بجوز يكون حادث ما بتعرف أخي. أكيد ما قتلي بقلبه والله. مستحيل يوقعوا هالوقعة ويضلوا عايشين؟ إيه والله معك حق بهالشيء. إيه والله الله أعلم ما بتعرف شو القصة. بترجاكم تقدروا مشاعرنا شوي. لو تسكتوا بيكون أحسن. خلص حبيبتي. شبكم؟ حتى حزن العالم ما بدكم تحترموه؟ لسا كل واحد بيحلل على كيفه. شو أنتم ما بتقولوا لحالكم إنه في ناس بيقربوهم اللي وقعوا بقلب السيارة وعم تحكوا عنهم؟ يلي فينا مكفينا مو ناقصينكم. خلص حبيبتي لو سمحت تدخل. لو سمحتوا يا جماعة ما بدنا عجقة هون. يلا ارجعوا لورا شوي لو سمحتوا. عفوا هدول لمرتك شي؟ هل اواعي لفاطمة او الغاز؟ هات اواعيها. هاتون هدول لاختي. هدول لاختي فاطمة. هاتون لمعي اهدى شوي. امسكني. اهدى اهدى. شوف يا اخي
السيارة كانت مفضاية ليقدر يدفشها، وأثار الدواليب كمان بتبين إنه السيارة مو مأسرعة. هالشي كان واضح. سمعت شو حكى؟ بجوز ما كان جواته ودفشها لتوقع من التلة، وترك كم غرض جواته لنفكر إنهم ماتوا. بس منكم متأكدين؟ رح نواصل البحث، بس حسب خبرتي بهالمجال صدقني ما كانوا جواته. الحمد لله. طيب في أثار لدواليب سيارة تاني، كيف بيكون رجع من هون؟ قصدك ممكن يكون في حدا تاني ساعده؟ لا، اللي بقصده أنا إذا ما كان في حدا مساعده معناتها رجع مشي، لهيك لساته قريب من هون. لو سمحت خليهم يكثفوا الدوريات بالمنطقة ليفتشوا كل قرنة كل قرنة.